السلام عليكم. في هذا لا فيديو غادي نخدموا الشابيتر 13. طلبات مني واحد المتتبعه خلات لي كومونتير قالت لي عافاك خدمي معنا لو شابيتر 13 ديال لو ديرني جور دان كونداني. انا قلبت على هذا لو شابيتر واش تحط في شي امتحان، لقيته تحط في الجهه ديال التازا، قلت غنخدم معاكم الامتحان كامل، نخدموا نشرحوا لو شابيتر او ميم طون نخدموا لي كيسيون دو كومبريونسيون، نضربوا عصفورين بحجر واحد باش تكونوا على بال ان هذا لو شابيتر هذا هو تقريبا اطول شابيتر كاين في لو رومو لو ديرني جور دان كونداني دو فيكتور هيغو. حنا غادي نخدموا واحد ليكستري اللي تحط في هذا الامتحان هذا بالديفو ديالو ديرني جور دان كونداني، انك الى بعض دي فوا كيتحط لو باساج طويل بزاف، خاصكم يعني تكونوا قارين لو باساج، قارين يعني لو رومو في الدار با مال دو فوا باش هذاك لو باساج يلاه يلاه تريكوبيريو شويه وتفهموا اشنو علاش كيهضر، عاد دوزوا لي كيسيون دو كومبريونسيون. نورمالمون ورا تحطت لو رومو لو ديرني جور دان كونداني خاصهم يزودوا شويه في الساعات باش يلا تراجعوا ويكفاكم الوقت. سمحوا لي الا سمعتوا شويه ديال الصداع، راه ولاد الجيران عاد رشقات ليهم انهم يخرجوا يلعبوا ويحلقزوا، حتى بغيت نسجل انا هاد لا فيديو، قال لك حق كورونا خليه في الدار وما تلقاوهم للزنقه، ما كاينه لا كورونا لا فيروس لا حتى شي حاجه هنايا. نبداو على بركه الله. جي فيو سي جور باسي اون شوز ايدوز، قال لك هاد الايامات اللي دازت جاتني بحال شي حاجه مروعه. Il était à peine jour, قالك يلا طلع النهار. Et la prison était pleine de bruit. والسجن عامر بالصداع. On attendait ouvrir et fermer les lourdes portes. كنسمعوا دوك البيبان الكبار ديال الحبس كيتحلوا كيتسدوا. Grincer les verrous كيحلوا في دوك القفوله كما كنقولوا حنا الساقطات. Et les cadenas de fer والقفوله ديال الحديد. Rayonner les trousseaux de clés. entre choqués à la ceinture des geôliers. دوك السجان عندهم مجموعه ديال السوار ديال الزيزانات بزاف اللي كيبقاو يتحركوا كيبداو كيديروا داك الصوت كيتقرقبوا. tremblé les escaliers du haut en bas sous des pas précipités. قال كي بحال tremblé حنا قلنا كيترعد زعما كيزعزعوا الدروج من الفوق حتى لتحت شي طالع شي هابط des pas précipités بخطوات مندفعه بالزربه. Et des voix s'appelaient et se répondre des doubous des longs corridors. Quelqu'un qui criait à l'échelle ou qui jouait. Mes voisins de cache, zoumala diril qui est zinzana li hdaya. Les forces en punition, donc les mahkoumin alayhom bil a'mal chaqa. étaient plus gais qu'à l'ordinaire, farhanin bzaf ala ghayr l'ada. Tout bicêtre semblait rire. Gaa bicêtre galsa kadhak. يعني هنا راه هو كاين في بيسيتر. chanter, courir, danser. يعني كيضحكوا كيشطحوا كيجريوا وكيغنيوا المهم كلشي كيديروا. moi بوحدي. seul muet dans ce vacarme. انا بوحدي اللي زعما فمي في الضجيج كامل. seul immobile dans ce tumulte. انا بوحدي اللي ما كنتحركش في هذا القنت. étonné et attentif j'écoutais. يعني مندهش ايطوني مندهش مندهش وغير كنتصنت كنسمع وكنتصنت. ان جولي باسا جو مو ازاردي ا لابولي زعمتو عيطت عليه. لو كونداني بان لي واحد السجان دايز داك اللي كيحل كيسد عليه الزنزانه هو يعيط عليه. اي ا لوي دوموندي سي سيتي فيت دون لا بريزون وسولته واش كاين شي حفله في السجن. فيت سي لون فو قال لي كاينه حفله الا بغيتي. مو ريبونديتيل جاوبني. C'est aujourd'hui qu'on fait les forçats qui doivent partir demain pour Toulon. قالي اليوم غادي نديو دوك لي بريزونيي اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه لي فرصة باش يمشيو للسجن الاخر اللي هو طولون. هاد السجن هذا كيبقاو فيه حتى كيموتوا كيبقاو يديروا دوك الاعمال الشاقه حتى كيودعوا. voulez vous voir قالي واش باغي تشوف هادشي. cela vous amusera قالي هادشي غيخليك تستمتع. C'était en effet pour un reclus solitaire une bonne fortune qu'un spectacle si odieux qu'il fût. قال لي انا زعما هادشي اللي قال ليه السجان قال لي مزيانه لشي واحد سوليتير وحيد يعني فرصه هذه لي انا وحيد انني زعما نتفرج في هادشي. جاكسبتي لاميوزمون قبلت انا هادشي اللي قال لي يعني قبلت انني نمشي انا نشوف هادشي ونستمتع.
Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi. Donc, c'est le guichetier qui va me faire des choses. Il va me faire des choses. Il va me faire des Puis me conduisait dans une petite cellule, mini khad l'ihtiyatat lazima de sago kima kanqoulou dans une petite cellule vide lwahed zinzana khawiya. Et absolument de meublé qui avait une fenêtre, ma fait tach chi haja tat lfraj, qui avait une fenêtre grillée, li fiha wahed charjem fi lgrillage fi lhdid, mais une véritable fenêtre à hauteur d'appui, il y a une charge, comme on dit, élevée. Et à travers laquelle on apercevait réellement le ciel. Et à travers cette charge, on peut voir le ciel. Vous voyez maintenant, vous verrez et vous attendrez. Vous allez voir, vous allez voir. Vous serez seul, vous allez être seul. Dans votre horloge comme le roi, dans maqsoura, dans zinzana hadi, dans la cellule, bhal malik. Puis il sortit et referma sur moi serrure, cadena et verrou. Yani mni bghay khrej tani sed li qfoula, sed zkaram, sed kulchi. La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste. Hadak charjem li kin fdak la cellule li dal guichetier li le condamné, katoul ala wahed saha مربع كاري أستيفا سويسا اي اوتور دو لاكيل داير بها سي لوفي دي كاتخو كوتي في الجوانب ديالها بربعة كوم اون ميغاي واحد الجدار ان غون باتيمون دو بيير دو تاي ا سيز ايتاج وكاينه واحد البناية كيشوف من كيشوفها لو كونداني من الشرجم كتكون من ستة ديال الطبقات Rien de plus dégradé, de plus nuérie, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée. Quadruple façade, Percé d'une multitude de fenêtres grillées, fait bzaf ديال الشراجم ديال الحديد, auxquelles se tenaient collées du bas en haut, من التحت حتى الفوق, une foule de visages ملاصق فيها. من التحت حتى الفوق, واحد فول يعني بزاف ديال البشر, de visages maigres, يعني وجوه نحيفة et blême, شاحبة, pressées les unes au-dessus des autres comme les pierres d'un mur. قالك الوجوه ديال الناس هاد الوجوه شاحبه وضعيفه مساتفين حدا بعضياتها بحال الحجر بيير دان مور بحال الحجر ديال واحد الحيط. Et tous pour ainsi dire encadrés dans les entrecroisements des barres de fer. قالك بحال لشي بحال كنقولوا شي حاجه تاع اطار حديدي بحال هما بقيتي تشوف فيهم يجيب لك الله بحال اطار حديدي كونوا هما اطار حديدي. C'était les prisonniers de la Sogene, spectateurs de la cérémonie, en attendant leur jour d'être acteurs. قال لك هاد الوجوه الشاحبه اللي مستفه حدا بعضياتها بحال شي حجر ديال شي ميور هادوك راه غير السجناء مشاهدين يعني كيتفرجوا في هاد الحفله وكينتظروا انهم واحد النهار غيكونوا حتى هما ممثلين يعني حتى هما غيتفرجوا فيهم. On eut dit des âmes en peine ou supereux du purgatoire qui donne sur l'enfer. قال لك بحال لا شي هاد الارواح لام هي الروح يعني قال لك بحال شي ارواح معذبه في شي قبر كتطل على جهنم. دابا ندوزو لي كيسيون دو كومبريونسيون ونبداو بليتود دو تكست. كيسيون نيميرو 1 D'après votre lecture de l'œuvre, dans ce texte intégral, recopiez les deux propositions qui sont vraies. On a quatre propositions. On va dire les propositions. On va dire les deux propositions qui sont vraies. احسن حاجه في لي كيستيون ما يعطيوكم بزاف ويقولوا لكم عزلوا جوج يعني ما غادي تغلطوا لا في كتبه لا في حتى شي حاجه. فيكتور هيغو ايت ان ايكريفان دو 19 سيكل يعني هو كاتب ديال القرن 19. لو ديرني جور دان كونداني ايت ان رومون اوتوبيوغرافيك مي ماشي سيره ذاتيه هي يعني دي فو.
لو ناراتور اي بيردي اون فامي نومبروز. الحاكي اللي هو لو كونداني هو اب العائله كبيره نومبروز، هي بزاف تاع البشر. حنا قلنا عنده بتيت فامي، عنده غير مرتو راه مسطيه، وعنده مو راه قريبه هي تودع، وعنده بنته صافي. لو ديرني جور دان كونداني ايتان رومون اتيزي، روايه عند هدف، عندها اطروحه. الجواب الصحيح ديالنا هو رومون اتيز، يعني هذا هو الجواب صحيح. غادي نعزلو هذا، يعني غادي ديرو في الورقة ديال التحرير، غادي تعزلو هذا وغادي تعزلو هذا. لو ديرني جور دان كونداني راه ماشي رومون اوتوبيوغرافيك، و لو ناراتور ديالنا راه ماشي اب ديال عائلة كبيرة. نتوما غادي ديرو السؤال واحد وتكتبو هاد جوج ديال لي بروبوزيسيون اللي صحاح في الورقة ديال التحرير. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 2. Parmi les personnages suivants, trois ne sont pas cités dans le roman. Le fils du condamné, le condamné ma عندوش ولد، عنده بنت، يعني هذا ما كاينش، يعني غنديرو هنا le fils du condamné. كونداني هو عنده بنته ماشي ولدو، لو فيس دو كونداني. لافوكا المحامي بيان سور غيكون عندنا. لو بوغو منفذ الحكم كاين. لو كومبليس، لو كومبليس هو شي واحد، هو المتواطئ، هو الشريك. لو كونداني يدير جريمه راسو، ما معاونو فيها حتى شي واحد، يعني ما عندناش لو كومبليس. غادي نكتبو هنا لو كومبليس. عندنا الثاني لو جولي، ما السجان كاين اصلا، رفض لو باساج كاين. لو بريتر راه جول دي لوم دو ريليجيون كاين. لي بومبي رجال الاطفاء ما كاينينش، باغي نطفيو هنايا. يعني هادو تخوا بيرسوناج ما عندناش، غادي نكتبو هنايا لي بومبي. هادو هما، هادو غتقدر هاد الكيسيون الاول والكيسيون الثاني ما غتحتاجش تقرا لو تيكست، حيت سولك على لو رومون اون جينيرال. يعني هنا عندك نقطه خصك تجيبها، و 075 هنا 175 ما نحتاجش انا نفهم لو باساج، يعني انا فاهم لو رومون، يعني عندي واحد لي دي جينيرال على لو رومون، حافظ الفيش دو ليكسيور، حافظ لي بيرسوناج، غنجاوب على لي دو كيسيون فاسيلمون، غنزل عليهم هما الاولين. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 3. Parmi les noms des lieux suivants, trois sont cités dans le roman. Lesquels? قالك من بين هاد الاماكن ثلاثه كاينين في الرومون، اشنا هما؟ عندنا هنا اصلا اون فوا غتجيب لي عيني، عندنا لوطيل دو في، عندنا لا بلاص دو غريف، عندنا لا كونسيرجوري. اما هاد لا باسيل، لي شونزيليزي، لو ميزي دو لوفر، ما عندناش. هادو هما ثلاثه البلايص اللي كنعرف انا على لو رومون. هاد السؤال حتى هو غادي نجاوب عليه بلا ما نحتاج انني نقرا لو باساج. يعني هنا غادي نكتب لوطيل دو فيل، نكتب هنايا لوطيل دو فيل، هو اخر بلاصه غيمشي ليها لو كونداني. هاد لوطيل دو فيل راه كاينه فيه ساحه الاعدام اللي هي لا بلاص دو غريف. لا بلاص دو غريف هي ساحه الاعدام. وعندنا تاني السجن الثاني هو الكونسيرجوري اللي غيمشي ليه من ورا بيسيتر، غيتحول ليه نهار غادي يبغي يتعدم. هذا هو الجواب ديالنا. كيسيون نيميرو 4. غولوفي دون لو تيكست 4 مو ابارتونون او شون ليكسيكال دو لانكارسيراسيون. ربعة الكلمات داخلين في الحقل الدلالي تاع البريزون ديال السجن، غنجبدوهم من النص. هاد لي 4 مو حنا لقيناهم هنايا، عندنا بريزون. المهم انا لقيت بزاف، كاين بريزون، كاين جوليي، كاين كاشو، كاين لي فورسا، كاين سيلول. سيلول راه هي الزنزانه، كاشو حتى هي الزنزانه، بريزون هو السجن، كاين لي بريزوني. المهم كانوا لنا ربعه، يعني هما راه كاينين بزاف، اللي طاح شي حاجه يكتبها. غادي نكتبو حنايا بريزون، نبداو بريزون. بريزون هو السجن، غنديرو كاشو هي الزنزانه، عندنا تاني سيلول هي الزنزانه، عندنا دوك لي فورسا، عندنا لي بريزوني، عندنا داك السجان،
ممكن بزاف، هما قالوا لنا ربعه، انا وريتكم عطيتكم انا خمسه، نتوما ديروا غير ربعه اللي قالوا لكم ما تفوتوهمش. ندوزو لا كيسيون نيميرو 5. كيل فيت، شنو هي الحفله بريبار طون دون لا بريزون؟ شنو هي الحفله اللي كيوجدوا ليها في السجن ديال بيسيت؟ شنو هي الحفله؟ هي راه ما كاينه لا حفله لا والو، راه غير لي فورس غاديين باش يمشيو للسجن واحد اخر اللي سميتو طولون. هنايا لو فيرمون دي فورس، هادي غيديو دوك السجناء اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه لواحد السجن واحد اخر. بي اكيل مومون دو لا جورني سو ديغولتيل، يعني فاين وقيته ديال النهار هذا الشيء واقع؟ اي واحد باغي يحولو لسجن واحد اخر ولا هذا، راه كيكون داك الشيء يعني في الصباح. هو اصلا قال لينا واحد الجمله في لو ديبي ديال لو باساج، قالك ايل ايتي ابان جوغ، ايل ايتي ابان جوغ يعني يلا طلع النهار، يعني لو ماتا. هنا غادي نكتبو حنايا لو ماتا، غنكتبو هنا لو ماتا يعني مع الصباح. هادشي وقع لينا. لا كيسيون نيميرو 6، غولوفي دون لو تيكست ان مكلمه كي مونطخ كو لو ناراتور اللي هو لو كونداني الحاكي نابريسي با سيت فيت، بلي ما عجباتوش هاد الحفله هادي. منين غنجبدوها؟ قالك غنجبدوها من النص. عندنا جوج كلمات ديال اللي كاينين كيدلوا على انه ما حملش هو هاد الحفله هادي. اول وحده هي هادي اون شوز ايدوز، مروعه مخيفه، هذه هي الكلمه الاولى. اللي ما لقاش هذه الكلمه هذه غيلقى الكلمه الثانيه اللي هي اوديو، هذه بجوجهم وحده فيهم، اللي دار هذه ولا اللي دار الاخرى تحسب لي صحيحه. هي هذه اوديو ولا ايدوز، اللي دار وحده فيهم راه محسوبه لي صحيحه. دابا ندوزو لا كيسيون نيميرو 7، لا ديسكريبسيون دي باتيمون، ديك البنايه اللي فيها 6 ديال الطبقات. دون لو ديرني باراغراف اي، ديك الفقره الاخرى اللي باديه من لا فونيتغ، وصف لينا ديك البنايه، داك الوصف اللي وصف لينا واش نوتغ، يعني نوتغ يعني ما عيب لينا الباتيمون ما حتى شي حاجه. فالوريزون تعطى قيمه لديك البنايه، دي فالوريزون ما حملش ديك البنايه. ركوبي لا بون ريبونس، لا بون ريبونس راه باينه، هو قال لك شي حاجه اللي العين يعني ما تحملش تشوفها، هذيك البنايه عاريه مخايبه ما مقاده حتى شي حاجه، يعني دي فالو غيزونت. الجواب ديالنا غادي نديرو دي فالو غيزونت، غادي نكتبو هنا دي فالو غيزونت. دي فالو غيزونت يعني ما حملهاش، يعني دار لها واحد الوصف سلبي. فالو غيزونت وصف ايجابي، نوتخ يعني وصفها ما شكرها ما عيبها. ب غولوفي دو زادجيكتيف بوغ جيستيفي فوطخ شوا، يعني انا لا درت دي فالوريزون راه ماشي قمرت، راه غنجبد من النص جوج كلمات اللي كيبينوا لي ان هذا الوصف هذا راه هو بصح نيت سلبي، يعني غنمشيو للفقره الاخرى. راهما حدوا لينا بلا ما نبداو نقراو من الاول، غنمشيو للفقره الاخرى اللي هي هادي اللي باديه من لا فونيتغ. الكلمات هما هادو، غنمشيو لديك الكلمه فين كاينه باطيمون ديال هاي ديال 6 ديال الطبقات، سيزيطاج غيان دو بلو ديغرادي، ها هو لاجيكتيف الاول ديغرادي، لاجيكتيف الثاني نو، كاينه ثاني ميزيرابل. هادو هما لي زادجيكتيف اللي غادي نديرو حنايا في الجواب ديالنا. هما قالوا لنا جوج، غنكتبهم دابا بثلاثه وصافي باش تعرفوا. عندنا ديغرادي وعندنا نو وعندنا ميزيرابل، هذا هو الجواب ديال بي. ندوزو لا كيسيون نيميرو 8، ركوبي لو طابلو سويفون اي كومبليتي ا بارتير لو ا بارتير دو لا ليست. ركوبي لو طابلو، هذا راه نورمالمون كان طابلو انا غير حيدتو. Recopier le tableau suivant et complétez-le à partir de la liste proposée. عندنا واحد الاقتراحات، عطينا ثلاثة ديال لي فراز، واش كومباريزون، واش انا فور، واش ميتونيمي، واش غراداسيون. هنا تو بيسيتغ سومبلي غير، كلشي اللي في بيسيتغ كيضحك، يعني ملي كنديرو التعميم ميتونيمي
هي ضروري كيكون عندنا واحد الاستثناء، شي حد مثلا في بيسيتخ ما كيضحكش، بحال مثلا كنقولوا في القسم كلشي جاب الفرد، كلشي جاب نقطه مزيان، كاين شي كاسول مقنت جايب واحد جوج ولا اربعه، يعني ملي كتعمم هذيك هي لا ميتونيمي، يعني غنديروا هنا لا ميتونيمي. Presser les unes au-dessus des autres comme les pierres d'un mur. بحال شي حجر ديال واحد الحيط. هنا عندنا كوم يعني comparaison. غنكتبو هنا comparaison المقارنة. ثلاثة. Il sortit et referma sur moi serrure, cadenas et verrou. يعني هنا كيقولوا لنا بالترتيب اشنو الحاجه اللي دار داك السجان ملي بغى يخلي لو كونداني في ديك لا سيلول، يعني سد عليه دوك ديك اللي كيديروا يربطوا به اللي يدينوا داك الشيء، سد عليه داك السلسله، سد عليه القفوله، سد عليه كل شيء ديال الزنزانه، يعني غادي داك الشيء بالترتيب، يعني غراداسيون. اما انا فوق ما عندنا شي حاجه كتعاون، ما كومباريزون لقيناها، ميتونيمي لقيناها، يعني هادي راه غراداسيون. الغراداسيون هي الترتيب، يعني كنبداو كنقولوا واحد الحاجه بالترتيب، بحال كنقولوا واحد الجمله قال لنا في لو شابيترو ا لو ناراتور شاك جور شاك اور شاك مينوت افي سون ايدي، يعني ملي كنبداو غاديين اور مينوت سكوند هذه كتسمى غراداسيون دي كرواسونت، حيت هابطين ملي كنبداو طالعين كنقولوا كرواسونت، هما قالوا لنا غير غراداسيون صافي، ما سولوناش واش ترتيب تنازلي ولا ترتيب تصاعدي، يعني هنا غنديروا غراداسيون. كيسيون نيميرو 9، هاد الامتحان هذا فيه 9 ديال الاسئله فقط، ما فيهش 10. سولون، حيت هاد لا كيسيون نيميرو 9 عطاو على جوج نقاط. سولون فو، يعني على حسابك التداوين معاك انت، ليفينمون راكونتي دون لو تيكس اي تو اميزون، واش هاد الحدث اللي معودين لينا في هاد لو باساج ممتع؟ ديت بوركوا او اون فراز، يعني غير جمله وحده غتقول ليا واش هذا ممتع هو علاش، ولا ما كانش ممتع غتقول لي تاني علاش. جمله مقاده كثرت الهضره كتكثر الاغلاط. الجواب بطبيعه الحال غنقولوا نو، يعني ماشي اميزون ماشي ممتع، وما غاديين بسجناء محكوم عليهم الاعمال الشاقه، غادي بحال غينفيوهم غيحطوهم في واحد البلاصه تم يبقاو يديروا في داك الشيء اللي كيقولوا ليهم حتى يموتوا، يعني نو ليفينمون اي بلوتو باتيتيك، يعني مثير للعواطف، الي تري كرويال، يعني ليفينمون يعني مروع مخيف، يعني شي حاجه اللي ماشي زوينه. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لو شابيتر 13 اللي تحط في هاد الامتحان. الناس اللي كتبغي هاد لي دوكيمون اللي كندير انا في لي فيديو يتواصلوا معايا في لاباج فيسبوك ديالي، راه كاين واحد الجروب في لاباج فيسبوك، تواصلوا معايا ولا صيفطوا لي انفيتاسيون باش ندخلكم لذاك الجروب، وديك الساعه غادي نبقى نلوح لكم هاد لي شابيتر وهاد لي زيكزامان اللي كنخدم معكم في لي فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لو ماكسيموم باش تشجعونا اننا نديرو دي فيديو جداد ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.